أدوار إقليمية خارج محيط الوطن العربي أو لغير صالح الوطن العربي، بتوافق على هذا الكلام؟ قد تكون هذا صحيح، ولكن دي بتحصل في جميع مناطق العالم. إن دولة بتلعب دور خارج باتصال أجنبي. ما تشوفي الوضع كان في يوغوسلافيا، شوفي كوبا لعبت دور ازاي. كوبا كانت لها جيوش، كوبا جزيرة صغيرة متخلفة، كانت لها جيش في أفريقيا، جيش في أنغولا، أطباء في أفريقيا. إذن كان في إرادة سياسية أن تلعب دور. لابد أن نفرق بين نوعين، دولة كبيرة غير مهتمة بالسياسة الخارجية، ودولة صغيرة مهتمة بالسياسة الخارجية. فالعبرة بالاهتمام بالسياسة الخارجية. هل لو دولة صغيرة مهتمة بالسياسة الخارجية تقدر تكون أكثر تأثيراً من دولة طبعًا كبيرة؟ طبعاً. يوغوسلافيا كانت أكثر تأثيراً وكانت دولة صغيرة. كوبا كانت دولة صغيرة جزيرة ولعبت دور. هل حضرتك شايف ان لما يبقى في يعني كذا قطب في العالم، يعني دلوقتي بعض شايف ان مثلا الولايات المتحده الامريكيه والغرب لعبوا دور في تفكيك المعسكر اللي حضرتك بتتكلم عنه، وبالتالي ما بقاش في توازن. البعض شايف دلوقتي ان في روسيا عادت تحاول ان تلعب دور كبير، الصين تحاول ان تلعب دور كبير. هل انت شايف العالم دلوقتي متعدد الاقطاب ولا عالم القطب الواحد؟ ما زال العالم قطب واحد، لان ما زالت الولايات المتحده اقوى دوله في العالم، سواء من حيث التكنولوجيا، سواء من حيث القدرة على الانفتاح. دي مش موجودة عندنا. عندنا لغاية دلوقتي ما عندناش القدرة أن نستوعب خبير أجنبي ويصبع جزء من الميراث المصري. بنقول سليمان باشا الفرنساوي يا أخي بقى مصري. إذن ما عندناش هذه القدرة لننفتح على العالم الخارجي. قوة أمريكا إلى جانب أسباب مختلفة ترجع إلى أنها أي شخصية دولية قوية تصبح أمريكية وتصل إلى أرقى المناصب. هنا مش موجود عندنا، ما زلنا نوع من الانغلاق الفكري، خايفين سواء بسبب الاستعمار أو بسبب التقاليد بتاعتنا، مش قادرين نفهم. ما زلنا نقول شايف ايه على الأرملي اللي كان رئيس وزراء مصر، نوبار باشا. نوبار باشا الأرملي ده بقى مصر تفتخر بيه. بس الجاليات الأجنبية لعبت دور كبير جدا في مصر، وحتى لو كانت يعني بالاسم الأرمني أو الفرنساوي، لكنه يعني أصبح مصري وموجود ولعب دور، ومصر ما لفظتوش، ما عرفناش نستفيد منهم. الغلطة اللي عملناها لما تردى هذه الجاليات الأجنبية كانت موجودة. النهاردة أمريكا مكونة من نيويورك، مكونة من الجاليات الأجنبية، منفتحة على الجاليات الأجنبية، أوروبا منفتحة على الجاليات الأجنبية. أنا كان عندي، كنت في موناكو، الدكتور جالي مشاكل، فرحت دكتور قلب عالجني. بعديها بشهرين كلمني في التليفون قال عاوز منك خدمة، هو في موناكو. قلت له امر. قال عاوز تدي محاضرة عازمين دكاترة القلب من جنوب أفريقيا، 400 دكتور من تونس والجزائر والمغرب، دكاترة في فرنسا خبراء في أمراض القلب. هذه الانفتاح، مصر حضرتك شايف أنها فقدت هذا الانفتاح؟ ملهاش هذا الانفتاح، فقدت هذا الانفتاح. ده الأخطاء اللي ارتكبناها. أرجع أنا محتاج لهذه الجاليات. هذه الجاليات زي ما تقول هي الملح، هي اللي بتساعد، اللي بتدي الاختلاف. الجاليات اللي حضرتك أشرت إليها وهذا الانفتاح اللي فقدته مصر، الحقيقة البعض شايف إنها ما فقدتوش فقط تجاه الغرب ولا تجاه الشمال، وشايف إن إحنا بندفع ثمن غالي لأننا كمان انغلقنا في اتجاه الجنوب وما عدناش مهتمين بالشأن الأفريقي كما كان في وقت سابق. حضرتك موافق على هذا الكلام؟ شوف
العبرة مش بكده، العبرة إن كانت هناك جاليات موجودة بقالة كذا قرن في مصر، جاليات أرمنية، جاليات يونانية، جاليات إيطالية، جاليات فرنسية، يكاد يكونوا مصريين. صحيح. طلعناهم. طلعناهم في عهد بداية جمال عبد الناصر، ده غلط. أنا محتاج إلى هذه الجاليات الأجنبية. نهاردة أوروبا قائمة على الجاليات الأجنبية، أمريكا قائمة على الجاليات الأجنبية. هيرد على حضرتك حد يقول لك إن مصر فيها 90 مليون دلوقتي وضاقت بمن فيها والجميع يبحث حتى عن فرص عمل؟ يا سيدي نعلم ما نتكلمش، مش هجيب 100,000، هجيب بعض العناصر القوية اللي تقدر تساعدني وهخليها تديها الجنسية المصرية. مش معقول.